مباشرة على مرمى سنغافورة، محاولة من الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية تمر هذه الكرة وتبعد من داخل منطقة الجزاء. يبدأ الموج الأبيض، الموج الأبيض الأردني من الجهة اليسرى الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء تبعد برأس بريشوس، وهذه تسديدة مرة أخرى عرضية تمر هذه الكرة الخطيرة، تضيع وحسون الشيخ أرسلها داخل منطقة بسرعة إلى اليمين. عامر ذيب من الجهة اليمنى، عامر يتقدم، عامر برافو عامر، عرضية داخل منطقة الجزاء، جول جول، هدف أول لمنتخبنا الوطني، رأسية رائعة، فرحة أردنية رائعة، هدف أول، هدف أول لمنتخبنا الوطني. عدي الصيفي، عدي الصيفي بهدف دون مقابل، عامر ذيب عكسها داخل منطقة الجزاء، ورأسية ذهبية من عدي الصيفي فورا من حاتم عقل، ملعوبة طويلة، هجمة مرتدة سريعة لمنتخبنا الوطني. عدي الصيفي يحاول، عدي ينتظر المساندة، عدي يمررها على حافظ منطقة الجزاء، تسديدة قوية إنما تعلو العارضة، رمي التماس لمصلحة منتخبنا الوطني، عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس والفرصة تضيع، رأسية رائعة تصدى لها الحارس ليونيل لويس. منتخب سنغافورة يتعرض لهجمات متواصلة من منتخبنا الوطني، حسونة داخل منطقة الجزاء وترتد من الحارس، تضيع هذه الفرصة. عامر شفيع ينفذ ضربة المرمى طويلة في الأمام، محاولة من عدي الصيفي الذي أزعج وأربك دفاع منتخب سنغافورة، وهذه محاولة للمرور من الجهة اليمنى، محاولة عكس الكرة داخل منطقة الجزاء وتسدد وتضيع فرصة رابعة من عدي الصيفي. عدي الصيفي يسدد كرة قوية يحولها ليونيل لويس إلى ركنية، وينتقل من الدفاع كما نشاهد إلى الهجوم بسرعة كبيرة، وهذه الكرة داخل منطقة الجزاء، عدي الصيفي تضيع هذه الكرة وتذهب خارج الملعب. رمي التماس لمصلحة منتخبنا، مرسلة هذه الكرة سريعة، عدي 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 يدخل منطقة الجزاء، عدي تسديدة كادت أن تكون الهدف الثاني، ونشامة منتخبنا الوطني، لخرجنا بأربعة أهداف على الأقل من الشوط الأول. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وتسديدة، وعامر شفيع عندما تهتز الشباك، هدف التعادل لمصلحة منتخب سنغافورة، بواسطة اللاعب نوح علمشا غير موفقة وارتباك دفاعي في صفوف منتخبنا الوطني بعيدة المدى، وهذه محاولة من بعيد، نشاهد هذه التسديدة إلى بهاء عبد الرحمن، يرسلها داخل منطقة الجزاء، وما زالت الكرة لمصلحة منتخبنا، تصل إلى الحارس ليونيل لويس لإصابة عدد من لاعبي منتخبنا الوطني. عدي الصيفي بين اثنين من لاعبي، وهذه تسديدة على المرمى، إنما تحول من ليونيل إلى ركنية، تسديدة كانت قوية من عامر ذيب، ركنية لمصلحة منتخبنا الوطني. نشاهد مرة أخرى على الطاير منتخبنا الوطني أحمد عبد الحليم، أحمد عبد الحليم يلا يا أحمد، رأسية جول جول، الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، عاد الأمل من جديد، عاد الأمل من جديد، الفرحة الهائلة، الفرحة الكبيرة لمنتخبنا الوطني برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ودكها بكل قوة. حسونة يلا يا حسونة داخل منطقة الجزاء، والثالث تمر هذه الكرة من عامر ذيب،
منتخب سنغافورة كما نشاهد التمريرة الرائعة من حسون الشيخ، وعامر حاتم عقل يرسلها طويلة في الأمام، رأسية من بنت، وهكذا يعلن الحكم القطري عبد الرحمن محمد عن نهاية هذه المباراة بفوز منتخبنا الوطني الأردني على سنغافورة بهدفين مقابل هدف واحد.